بالخير مشاهدينا الاعزاء، ويا مرحبا بكم في فقره الديكور الاسبوعيه. مثل ما عودتكم بكل فقره اختار لكم كل ما هو جديد وانيق بعالم الديكور. موضوعنا اليوم لطيف وخفيف، بكلمكم عن ديكور غرف نوم الاطفال. تعتبر تصاميم غرف نوم الاطفال من أكثر التصاميم الممتعة، لأن فيها أفكار ونماذج كثيرة، وغير أنها تعتبر مملكتهم الخاصة واللي فيها يضيفون لمساتهم وأبداعاتهم اللي تسهم في عملية تنمية شخصيتهم. اليوم بستعرض لكم بعض هذه النماذج والأفكار اللي ممكن تساعدكم في التصميم والاختيار. مساحة الغرفة. قبل كل شيء، من الضروري تحديد مساحة غرفة النوم للأطفال، فيما إذا كنتوا حابين تصممونها لطفل أو أكثر بنفس الغرفة، وبناء عليه تقررون لون الغرفة ونوع الأثاث اللي حابين تشترونه. لون الغرفة. لما نتكلم عن اللون، وايد مهم تراعون درجات الألوان، يعني غالباً ما تكون ألوان غرف نوم الأولاد باللون الأزرق، وأما بالنسبة للبنات تقتصر على اللون الوردي فقط. أما في التصاميم الحديثة صارت أغلبها ألوان محايدة، يعني مثل اللون الأبيض أو البيج أو الألوان الترابية ودرجاتها. عقبها ممكن تدمج ألوان أخرى عشان تعطي ألوان مشرقة وجذابة وتعطي حيوية في المكان. لمسات ديكورية مبتكرة. أجمل ما يميز تصاميم غرف نوم الأطفال هو أنه يعكس شخصيتهم واهتماماتهم. هناك تفاصيل ديكورية بسيطة ممكن تضيفونها في التصاميم، يعني مثلاً إذا كان الطفل من عشاق السيارات ممكن تضيفون لمسات وإكسسوارات تحتوي على مجسمات للسيارات أو حتى لوحات لصور سيارات. إذا كانوا من محبي المغامرات، من الممكن إنكم تصممون الغرفة فيها ورق جدران عليه رسومات جميلة، أو حتى تزينون الغرفة بمجسمات مختلفة من الأشكال اللي تناسب ذوق وشخصية الطفل. شكل السرير وموقعه في الغرفة. بالتأكيد أهم قطعة في غرفة نوم الطفل هي السرير، وحجمها يعتمد على مساحة الغرفة وعدد الأطفال اللي بيتشاركونها، وبناء عليه تحددون ترتيب أماكن الأسرة، وبعدها تقدرون ترتبون باقي قطع الأثاث. هناك نماذج جميلة وأفكار مبتكرة لتصاميم الأسرة اللي تتناسب مع أذواقكم وتناسب عمر أطفالكم. مقاعد للجلوس أو كراسي صغيرة. بالرغم من صغر حجمها، إلا أن لها أشكال متعددة ولازم تختارونها بعناية بحيث أنها تتلائم مع النمط العام لغرف نوم الطفل. كل ما كانت عملية في التصميم سهلت عليكم عملية ترتيبها وتنظيفها وأيضاً تحريكها. ما تحتوي على زوايا أو أطراف حادة عشان ما تأذي الطفل أو تجرحه. ممكن تختارون الكراسي المصنوعة من الأقمشة الناعمة عشان تكون مريحة لجلوس الطفل. النماذج كثيرة ومتعددة، والمتاجر توفر لكم تصاميم متنوعة ومبتكرة. هذه كانت أبرز النماذج لغرف نوم الأطفال. أتمنى إنها عجبتكم وفادتكم في عملية التصميم عشان تسعدون أطفالكم وتضيفون البهجة في قلوبهم. أشوفكم الأسبوع القادم بموضوع جديد. فمان الله، مع السلامة.